لي شكا. أي. راح أخلف حين. خليها تكفينا ثلاثة اثنين. مو بس لك. خليه. هاي متأكد مشيولة ويا العملية. زين. شو من ينظم الصدغة الأم إذا شالوه؟ من يجي من الملازم؟ إذا هي جالسة وخلف. من يشيلوها من ينظم الصدغة؟ هاي أنا متأكد هي الأم الجغدة اللي فوق لأن هي زادت صار زادة شحمية زادة لحمية. فش قال سامنات قال هي ما طول ما جاي يزداد ليش احنا هي سليمه ما طول ما جاي تزداد اذا معناته ليش يسوي عمليه وتخسرك وشتنا اربع سنين هذا صدق ابو بغداد ابو بغداد مو يحيى لا ما دعوا يحيى لا مو يم هو بعدين سوى علي الصايغ ودار اخو وبعد كملت راح اكمل كم هنذوقها طيبة لو لا إذا طيبة ماكو حتى بعد أنت كل يوم تطبخ لنا راح نظل قاعدين جيب لك مسواق وأنت تطبخ استويت شو تبي بعد عجين شو تطلعين عجين نار على قوهم واحدة كبيرة كلي شوفه راح تشيل مجع طارق من وين مجع عسوني تعال وصل هاي لم قاضوا لك شو تسوي؟ خليها تبع السبب صارت الله شو خلي شكل هذا هاك ما نختارين هذا مكان يم الحاوية استويت طبخة الطين شو اسمها طبختك؟ طبخت ذيش ذيش بس عملاقة عمي ذيش كبير عملاقة هي عملاقة تعال شوف حسين روح ويا خالد هاتي الطالب